شهدت المطاعم والمقاهي في السعودية تغيرات كبيرة في هويتها وخدماتها، وذلك بعد أكثر من عامين من السماح بإقامة العروض الموسيقية وإلغاء اشتراط وجود قسم العائلات، ما ساهم في تطورها وازدياد القوة الشرائية فيها نظراً للخدمات التي تقدمها مثل إقامة حفلات أعياد الميلاد والتخرج. كل التفاصيل مع زميلنا نواف عزيز. تغيرات شهدتها المطاعم والمقاهي في السعودية بعد أكثر من عامين من السماح بإقامة العروض الغنائية والموسيقية فيها وإلغاء اشتراط وجود قسم العائلات والعزاب الذي اعتمدته وزارة البلدية نهاية عام 2019 في إطار تسهيل وتطوير 12 اشتراطا فنيا لعدد من الأنشطة التجارية. كيات الآن تغيرت تغير جدا ملحوظ، صار فيه تنوع في المقاهي، صار فيه تنوع في الجلسات، تكون جلسات مفتوحة يسمح فيها الأعياد الميلاد، أعياد التخرج. أنا مثلا أحد زوار الكوفيهات، أحب المكان اللي فيه قهوته حلوة، الديكورات جميلة، حتى أصبح هوية المواطن الحين، بدل ما يروحون يتجمعون في البيت يروحون يقضون وقت جميل في القهوة. إقامة احتفاليات التخرج وأعياد الميلاد تصدرت المشهد في تلك الأماكن بعد أن أصبحت من أهم الخدمات التي تحرص على توفيرها الكثير من المطاعم والمقاهي بالسعودية، نظراً للإقبال على المحال الجديدة التي تتنوع أنشطتها وخدماتها. أشعر أنه الوضع تغير إلى الأفضل، الواحد يشعر بأريحية وارتفاع معايير المقاهي، سواء في مكان الجلوس، سواء بالتقديم، وكل يوم يصير في مقهى جديد مميز، فأعتقد أنه تغير إيجابي وفيه إقبال كبير. يعني حرية أكثر حسيتها، مو بس يعني for everyone، بس للنساء أكثر شيء للنساء. الخيارات واجد في الرياض خصوصاً، كوفيات متعددة، كل واحد صار ينافس الثاني، صار فيه أنواع الباريستا، شغلة الباريستا وأنواع القهاوي سواء كانت برازيلية أو في أشياء يعني كثيرة، صارت في خيارات كثيرة. الطلب العالي على هذه الأماكن والقوة الشرائية فيها لفتت أنظار المستثمرين لبدء أنشطتهم واستغلال الفرصة في نشاط نجح بالخروج من الإطار التقليدي. من الرياض، نواف عزيز، العربية.